السلام عليكم البناتي، ما شاء الله بديت معاكم من تنقية هي الزنجلان. هانتوما البنات انا ديجا بديت عاد فكرت غندير معاكم. هانتوما عندي بناتنا رابعة هي الزنجلان، نحاول ندير معاكم ان شاء الله روتين كامل من البداية ان شاء الله للنهاية. ان شاء الله غنصوب معاكم ان شاء الله المعلكة، وان شاء الله غنسالي التنقية وغادي نوريكم ان شاء الله جنة هي مصدعاني. المهم البنات غنسالي وغنوريكم ان شاء الله هذا لا غادي نوريكم ان شاء الله الكاوكاو راه حتى دايره ديجا في الحمام، دايره في الفران يتحمر. ايوا البنات وخليكم معايا ان شاء الله، وما تنسونيش اللي اول مره يشوف القناه ديالي ما تنسونيش باللايك وبالاشتراكات. فالبنات القناه نعسه شويه، يلا تحركوا معايا ان شاء الله وميكون ان شاء الله غير 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 بخير ان شاء الله، وبدايه ان شاء الله جديده. يلا البنات نخليكم معايا نتبعوا الفيديو ونكمل انا ان شاء الله التنقية ونطلق. هانتوما البنات يعني كنحمر دابا في كاوكاو، هانتوما البنات خصني نحمو ويبقى بيض من الجيل، باقي لنا الشيء اللي غنوفر. هانتوما هنا لتحت عندي الجنجلان، ها هو من الفراج تحطها في داكشي اش كنسطاو، هادي راه الماتور فيتو عليه من تحت. جنة اش راسها اش كديري؟ هانتوما البنات شو هانتوما تلعت لي شعلعة من فوق، وهذا راه ديجا حمرتو صافي، نخليهم غير يتحمر شوية. متحمرش البنات بزاف، غير شوية وي واخ غير شويه ونتلاقاو ان شاء الله باش نبدا معكم المراحل ديال المعلكه. هانتوما البنات انا راه ما باش نبقى ندير معكم المونتاج الصراحه، نبدا نزيد الصوت. هانتوما راه خديت كاوكاو كي قلت لكم حمرته، ها هو حتى القشطه كدير كيبقى بيض صافي، غنطحنوا في هاد لاشواغ. انا هنا غنخدم غير نص كيلو ديال الكاوكاو، راه عندكم مقادير او ميم طون، نص كيلو ديال الكاوكاو و 125 غرام ديال السنجان. هنا عندي تقريبا 250 غرام، خاص نص ونص غندير بيه حليوه اخرى ان شاء الله. المهم هانتوما البنات معايا ها نص كيلو ديال الكاوكاو مع 125 غرام ديال الزنجلان، غنطحنهم مع تقريبا زلافه لهاد العبار. انا غنعبرها قدامكم، عبرها نوريها لكم، زلافه لاروب ديال السنيده، وغنديرها مع الكاوكاو باش نطحنهم. خليكم معايا. هانتوما البنات انا عبرت لكم بالكاس احسن، هانتوما عندي لكم باش يبان لكم كاس البنات، شفتوا كاس ديال السكر نديرو او ميم طون تكون سنيده. سمحوا لي راني هازه التليفون بعد مرات ما تيبانش ليا وما باغاش نزيد الصوت. كما قلت لكم هانتوما البنات درت كاوكاو نص كيلو، وهنا كاس ديال السنيده، وغنطحنهم. هانتوما البنات ما تدوش على الرويده راني ملونه، ولكن الله غالب انا غنطحن دابا. انا البنات غنطحنوا مزيان ونوريكم، غير التفادي الصوت وداكشي، غنطحنوا ونوريكم ان شاء الله. نتوما البنات بعد ما طحنتو شويه غادي ندير معاه معلقه نتوما البنات ديال الكاكاو، ما زيدتش مزيان دابا كندير غير باش يتخلط ليا مزيان معاه معلقه كبيره ديال الكاكاو. هذا راه ماشي البنات هنا الماغو، هذا راه الكحل الاسود. نتوما البنات صافي نعاود نخلط من بعد ثاني. نتوما البنات بسم الله دابا غادي ياخد ديال اللون وما يطيب خليه مزيان ثاني باش تبرد ليا. هانتوما البنات البنات كيفاش ولا ايوا شتو البنات، كنتمنى يكون واضح ليكم هو البنات. المهم انا غنخوي في القصريه ونرجع معكم باش نطحن الزنجلان ثاني بوحدو. هانتوما البنات انا درت الكميه ديال الزنجلان كما قلت لكم، هانتوما نص رابعه، ديوش البنات على الروينه. مع قليل نحاول انه الزنجلان قليل كيبقى ينقز ليا في هذا في الهشوار، غنزيد معاه شويه الكاوكاو. هانتوما البنات كما شفتوا
هانتوما البنات سجت مع شويه الكاوكاو هكا باش يطحن لي لحقاش كانت الكميه ديال الزنجلان قليله وكتبقى كتبقى ترطى لي فيه. هذا المهم انا معاكم صافي، قبلوا عليا الفيديو اليوم قبلوا عليا صافي. هانتوما البنات انا غنطحنوا، يعني البنات غنطحنوا ونرجع معاكم لان الصوت كيضرب في الراس. يلا المهم البنات من بعد ما طحنتو هانتوما كيما كتشوفوا هانت شفتو صافي، ما غنزيدو لهنا ان شاء الله كما قلت لكم البنات شوفوا الدنيا مرابنا شفتو راه بقى بلات بقى صايم ماشي مشكل. غنعاود نخوي نخوي هادشي اللي بقى ليا ان شاء الله هنا نقادو هنا ونجبد معاكم المقادير اللي يعني المقادير اللي غنحتاجها. هانتوما البنات انا حطيت معاكم المقادير هنا، هنا غنحتاج خمارة ونص ديال الخميرة، غنحتاج فاني، غنحتاج شوية ديال القرفة، غنحتاج تقريبا من جوج حتى ثلاثة البيضات، وغنحتاج جوج معالق كبار ديال هذا ديال الكونفيتور الجاري. أنا غنبدا معاكم إن شاء الله، يا بسم الله نديرو خميرة باللولة، خمارة، وغنديرو هنا غير نص. قل من نص تقريبا كاع فقط، نزيد شويه كما البنات. هادي غادي ندير الفاني، سمحوا لي البنات حيت كنشوف التليفون تاع الفاني. غادي ندير هاد القريفه، القريفة البنات تعطيها نسمة واعرة. غادي ندير هاد جوج بيضات، وغادي ندير معلق المعلق ديال الكونفيتير، هذا الجاري. المهم البنات انا هكا باش ديرو كارتيري كونتا اللي نسى اي هكا يلقى كلشي. شتو البنات هانتوما فاني القرفه جوج معالق ديال الكونفيتور، هنا عندنا خميرة ونص، وهنا جوج البيضات وفاني. البنات انا راه غنبدا ان شاء الله، انا بنت وجدت بيضه هنا كاو ما يقدنيش، بسم الله. البنات نسيت قبيصه البلح، انا غنضيفها ان شاء الله. هاي البنات راني كنصور التليفون هازه بإيد، غنزيد هاد البيضة ضروري البنات، يعني ثلاثة البيضات. المهم البنات تبعو معايا إن شاء الله المقادير، إن شاء الله غتجيكم ناجحة. راه مقادير مضبوطه يعني ما عندكم مناش ان شاء الله تخافوا. والبنات تنسونيش من لايك، شجعوني راه ولا كيجيني العكاز بلا قياس، انني نحط خصوصا انني ما بقيتش كنقدش يعني كنخدم الحلوه للناس، فوليت كنخدمها لراسي. كنتمنى شويه تشجيع. هانتوما البنات هانتوما تعلق مازال انا راك نحاتك بايد وحده، يعني ما يعني غالبة عليا. المهم انا غنحاول انني نجمعها ونرجع معاكم. هانتوما ايديا، هانتوما البنات بعد ما خدمتها مزيان، شوفوا كيفاش تعلقات ليا في ايديا، كيبدا يطلق داك اللوز الزيت. البنات هنا انا كنخدمها بلا زيت بلا زبله، اللي بغات زيت تقدر تزيد نص كاس ديال الزيت، اللي بغات تقدر تزيد معلقه كبيره ديال الزبده سواء ديال البواطه ولا ديال المارغارين، ديريها في الاول مع المقادير راه كتجي هي هذيك. انا البنات هنا راه شتوني كيما خدمت معكم اون ديريكت، راه شتوني خدمت معكم ما كاين لا زبده لا زيت، هذا هو المقادير اللي كندير انا. المهم خليكم معايا البنات، انا هكا راه هانتوما كتشوفوا حيتاش هزه التليفون بايدو هكا وخدامه بايد، هانتوما البنات كتشوفوها هانتوما كتجي يعني ما كتجي ما
ما كتجيش جارية البنات، ما تجروهاش هانتوما الشومه كي كتشوفها كتجي معلكه بليطو مع هذا مع داك الساني اللي كتبدا تسخن، بداي تخدمي فيها كتبدا تسخن، وديجا طحنه مع كاوكاو راه كيطلق. هانتوما شتو البنات كتجي معلكه، ولكن ضروري البنات في هذه المرحله غنخليها واحد جوج دقائق بلا ما وجدت السكر كلاصي فين غنفندها ان شاء الله. وهانتوما معايا ان شاء الله البنات، وما تنساونيش من لايك وبارطاج البنات، ودعموا القناه ان شاء الله. ما بقى لينا والو ان شاء الله على 20000 ابوني، وان شاء الله ندير لكم شي احتفاليه دايزها الكلام باذن الله، دايزها الكلام باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، اللهم يسر يا رب. المهم البنات خليكم معايا ونمشي ان شاء الله نحيد هاد الشي ميديا ونتلاقاو. هانتوما البنات ما تركزوش مع الروينه اللي ورايا، هانتوما البنات انا السكر كلاصي، هذا السكر كلاصي سبيسيال. اوبس هذا راه نتوما البنات كشتو هانتوما كي ولات راه قبطات فراسها شويه صافي. كنوجد واحد البلاطه كندير فيها بابي كويسون ولا هذا البابي المهم اللي كان هنا غادي خصني شويه الماء والمظهر باش ندير، واخا ما محتاجاش المهم انا غندير شويه الماء والمظهر ونرجع معكم. خليكم معايا نتوما البنات، انا مشيت جبت معكم الزهر غادي ندير غير شويه، نتوما الزلافه راه كان فيها غير شويه، الله ريحته زايله نتوما شفتو البنات غير شويه في يديا وصافي. نتوما البنات هذا هو شفتو عادي سكر كلاصي، دابا نوريكم ان شاء الله هذا اللي ما عندهاش هذا بسم الله. البنات شوفوا نتوما القياس اللي بغيتو، شوفوا انا القياس اللي درت شتيو هانتوما بسم الله. ديجا كديروا المره الاولى الماء المزهر عفوا صافي، وكت ما كيبقاش كاع جوج مرات ولا عاد كديروا كتبقاو نتوما القياس تاعكم. غنخدم معكم هنا شي 54 حبات فطومه. سمحوا لي البنات، سمحوا لي البنات نهضر مع جارتي دابا معاك هانتوما البنات، بقيت نشم دايره شاده الجماعه هانتوما كندير غير مظهر صافي. وكان البنات قياسكم بيتو بيتو نعطيكم هذا نعطيكم القياس راه كديرو فيها هكا 18 16 سا ديبون حسب نتوما بغي اش بغيتو. المهم انا هذا هو القياس هانتوما، انا مازال كتلف الكاميرا فين هو هذا، شوف البنات القياس تاعها هو هذا صافي. من بعد البنات غادي نجيب هكا باذن الله هكا نخدم معكم هاد الحبات باش نكمل ان شاء الله. انا نتوما عارفين الصوالح كيشد الوقت هانتوما، بغيت نحيد هاد الخطفات شي حاجه بين والو هانتوما البنات هانتوما هكا كيتكور كيجي هو هذاك. البنات انا غادي نغسل يدي بعدا لانه ميمكنش يمس هاد الشي بهاكا، ونرجع معاكم. نسيت البنات يلا غنبدا نخشي يديا في السكر كلاصي، ونسيت راه كنصور هانتوما البنات لبسوها مزيان شتو شتو كيفاش هانتوما البنات مازال كنزيدها السكر صافي ندورها هكا. ديرو نتوما شي باسينه تكون شي باسينه شي هذا تكون كبيره صافي، ونحطها هكا صافي. ديرو عليها شويه السكر كلاصي من الفوق صافي، كنهزها كنحطها هكا شو البنات كنبعدوهم شويه راه كتزاد راه فيها الخميره ان شاء الله غادي غادي تزاد. المهم كنحاولوا نلصقوا فيها ما امكن السكر كلاصي ما نكثروش، ولكن امو بعد هذه معروفه ب انتما البنات صافي نحط البنات كما قلت لكم من اول فيديو حاولوا ان شاء الله ديروا معنا ان شاء الله يديكم، وصلونا ل وصلنا ل 20000 ان شاء الله، علاش لا قبل ان شاء الله نفرح قبل العيد باذن الله. انا غنوريكم البنات اللاطه ملي غنحطها بواحد لاستيوس حتى هي كتزيد كتشققها غنوريها لكم ان شاء الله. انا ديجا البنات راه لايحاها في القناه ريحه البنات بزاف الحلويات صراحه ما كنلقاش في المشاهده بزاف
ان شاء الله دابا في سلسله العين ان شاء الله ندير معكم حلويات اللحوم باذن الله. ان شاء الله تكون فاتحه خير على القناه باذن الله. البنات غادي نقلب الكاميرا، غادي نقلب الكاميرا باش نوريكم لاب. ها انتما البنات كما قلت لكم غادي نجي هنا كما غادي نوض، هيا غادي نكليكي غير شويه 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 نعاونها هكا تشقق فقط صافي. شتو البنات انتي فين هربتي؟ صافي شتو البنات هانتوما غير كتعاونوها انها تشقق فقط. وغنكمل معكم البنات هكا هادشي كامل ان شاء الله، ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه الاساسيه طريقه الطياب ان شاء الله. البنات من بعد ما ساليت راني دخلتها للفران، هانتوما كيما كتشوفوا راه شاعله من التحت وشاعله لي من الفوق، شاعله لي من التحت ومن الفوق، ودرجه الحراره تقريبا 180 تقريبا 20 دقيقه ان شاء الله. هانتوما البنات ما شاء الله من بعد ما خرجتها من الفران ها هي البنات كيفاش جات ما شاء الله عليها. شوفوا البنات كيفاش جات، نقرب لكم هانتوما البنات كما قلت لكم 20 دقيقه مازال سخونه. هانتوما البنات نتمنى البنات ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وان شاء الله تعاونوني بالبارتاج وباللايك ان شاء الله، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. وعيد مبارك سعيد، ونتلاقى معكم ان شاء الله في حلوه اخرى باذن الله. يلا البنات تبارك الله عليكم وتهلا في رزقكم، والسلام عليكم ان شاء الله، في امان الله نلقاكم مره اخرى ان شاء الله في فيديو قادم.